أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني بن عمران عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر أن رجلا قال له ألا تغزو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام رمضان. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. قرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان. أخبرنا إسحاق بن منصور وعمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مالك بن مغول عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار،
قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال ويقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. ثم قال من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة. قال أبو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلى عظيمة. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قال فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. أخبرنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم جمعة. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا إسماعيل عن عبد العزيز وأنبأنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن بن هرمز مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد بن مسعدة في حديثه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن حسين وهو المعلم عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا الأعمش عن عدي عن زر قال قال علي إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حد
حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار آية الإيمان، وبغض الأنصار آية النفاق. أخبرنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية النفاق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال: حدثنا المعافى قال: حدثنا زهير قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال: قال عبد الله: ثلاث من كن فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا وعد أخلف. فمن كانت فيه واحدة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا أبو الأشعث قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن القاسم عن مالك قال: حدثني أبو سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن عطاء بن ميناء سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد في سبيلي أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان إما بقتل وإما وفاة أو أن يرده إلى مسكنه الذي خرج منه ينال ما نال من أجر أو غنيمة. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجر أو غنيمة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف بن الأزرق عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليه ثم انتظر حتى يوضع في قبره كان له قيراطان أحدهما مثل أحد ومن صلى عليه ثم رجع كان له قيراط. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم أخبرني مالك واللفظ له عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمرو بن علي عن معن بن محمد عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى وهو ابن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام تذكر من صلاتها. فقال ما عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال
ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير في هذه مرة وفي هذه مرة لا تدري أيها تتبع. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال القاضي يعني ابن الكسار سمعت عبد الصمد البخاري يقول حفص بن عمر الذي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي لا أعرفه إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمرو الربالي المشهور بالرواية عن البصريين وهو ثقة ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد في باب صفة المسلم سمعته يقول لا أعلم روى حديث أنس بن مالك المرفوع أمرت أن أقاتل الناس بزيادة قوله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا عن حميد الطويل إلا عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب البصري وهو في هذا الجزء في باب ما يقاتل الناس. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة: قص الشارب وقص الأظفار وغسل البراجم وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال سمعت طلقا يذكر عشرة من الفطرة: السواك وقص الشارب وتقليم الأظفار وغسل البراجم وحلق العانة والاستنشاق، وأنا شككت في المضمضة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طلق بن حبيب قال عشرة من السنة: السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص الأظفار وندف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر. قال أبو عبد الرحمن وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ومصعب منكر الحديث. أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الضبع وتقليم الظفر وتقصير الشارب. وقفه مالك. أخبرنا قتيبة عن مالك عن المقبري عن أبي هريرة قال خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والختان. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي علقمة قال
قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى وأحفو الشوارب. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت يوسف بن صهيب يحدث عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يأخذ شاربه فليس منا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعض، فنهى عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. أخبرنا محمد بن موسى الحرشي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام عن قتادة عن فلاس عن علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. أخبرني عمران بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهاني الله عز وجل عن القزع. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال أبو عبد الرحمن: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان أخو قبيصة ومعاوية بن هشام قالا: حدثنا سفيان قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر فقال: ذباب، فظننت أنه يعنيني، فأخذت من شعري ثم أتيته فقال لي: لم أعنك، وهذا أحسن. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالصبط بين أذنيه وعاتقه. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة 4 سنين، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا بشر عن يونس عن الحسن ومحمد قالا: الترجل غب. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر، فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الرأس مشعان، قال: ما لي أراك مشعانا وأنت أمير؟ قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه. قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم عن محمد بن بشر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويحب التيمن في جميع أموره. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال:
حدثنا المعافى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمته تضرب منكبيه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي قال حدثني البراء قال ما رأيت رجلا أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورأيت له لمة تضرب قريبا من منكبيه. أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال قال عبد الله بن مسعود على قراءة من تأمروني أقرأ لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة وإن زيدا لصاحب ذؤابتين يلعب مع الصبيان. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال خطبنا ابن مسعود فقال كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن ثابت بعدما قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة وإن زيدا مع الغلمان له ذؤابتان. أخبرنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا غسان بن الأغر بن حسين النخشبي قال حدثني عمي زياد بن الحسين عن أبيه قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مني فدنا منه فوضع يده على ذؤابته ثم أجرى يده وسمت عليه ودعا له. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي جمة قال ذباب وظننت أنه يعنيني فانطلقت فأخذت من شعري فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وذكر آخر قبله عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان حدثه أنه سمع رويفع بن ثابت يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخبرنا قتيبة عن عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيء. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى لا تصبغوا فخالفوهم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. أخبرني الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا تصبغوا فخالفوا عليهم فاصبغوا. أخبرنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم. أخبرني عثمان بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن جناب قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الشيب ولا تشبهوا باليهود. أخبرنا حميد بن مخلد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن كناسة قال: حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبي عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الشيب ولا تشبهوا باليهود، وكلاهما غير محفوظ. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله وهو ابن عمرو عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه أنه قال: قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. أخبرنا محمد بن مسلم قال: حدثنا يحيى بن يعلى قال: حدثنا به أبي عن غيلان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال: حدثني محمد بن عيسى قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني ابن أبي ليلى عن الأجلح فلقيت الأجلح فحدثني عن ابن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عبثر عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. خالفه الجريري وكهمس. أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت كهمسا يحدث عن عبد الله بن بريدة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: أتيت أنا وأبي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد لطخ لحيته بالحناء. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تصفر لحيتك بالخلوق؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته، ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها
حتى عمامته. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث قتيبة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أنه سأله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيء في صدغي. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب، إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرا، وفي الصدغين يسيرا، وفي الرأس يسيرا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الرحمن بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والرقى إلا بالمعوذات، وتعليق التمائم، وعزل الماء بغير محله، وإفساد الصبي غير محرمه. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا مطيع بن ميمون حدثتنا صفية بنت عصمة عن عائشة أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده، فقالت يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، فقال إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل، قالت بل يد امرأة، قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك قال سمعت كريمة قالت سمعت عائشة سألتها امرأة عن الخضاب بالحناء، قالت لا بأس به، ولكن أكره هذا، لأن حبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار قالا حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحسين الهيثم بن شفي، وقال أبو الأسود شفي إنه سمعه يقول خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه، فقال هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت لا، فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 10: عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال الأعاجم، وعن النهبة، وعن ركوب النمور ولبوس الخواتين إلا لذي سلطان. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي عن سعيد المقبوري قال رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء من شعر، فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع
عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والموتشمة أرسله الوليد بن أبي هشام. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثنا أبي عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود فقالت إني امرأة زعراء أيصلح أن أصل في شعري؟ فقال لا. قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب الله؟ قال لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجده في كتاب الله وساق الحديث. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله المتفلجات وساق الحديث. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة عن أمه قالت سمعت عائشة تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن الأعمش قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن الحارث عن عبد الله قال آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حسين ومغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح أرسله ابن عون وعطاء بن السائب. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن الحارث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة قال إلا من داء. فقال نعم والحال والمحل له ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعن. حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة ونهى عن النوح ولم يقل لعن صاحب. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي عمر بامرأة تشم فقال أنشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعته. قال فما سمعته قلت سمعته يقول لا تشمن ولا تستوشم. أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال
حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتنمصات والمتشمات والمتفلجات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن أبي الحسين الحميري أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحان يتعلمان منه خيرا قال فحضر صاحبي يوما فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الوشر والوشم والنتر. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسين الحميري عن أبي ريحانة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسين الحميري عن أبي ريحانة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود وهو ابن عبد الرحمن العطار عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أكحالكم الإثم إنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا ادهن رأسه لم ير منه وإذا لم يدهن رؤي منه. أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن زيد عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ. أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفر عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا بكر المزلق قال حدثنا عبد الله بن عطاء الهاشمي عن محمد بن علي قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب قالت نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود يعني الحفرية عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة
عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وحشته مسكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب الطيب. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به ردع من خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانهكت، ثم أتاه فقال اذهب فانهكت، ثم أتاه فقال اذهب فانهكت، ثم لا تعد. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمرو وقال على إثره يحدث عن يعلى بن مرة أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق فقال له هل لك امرأة؟ قلت لا. قال فاغسل ثم اغسل ثم لا تعد. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عطاء قال سمعت حفص بن عمرو عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ولا تعد. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عطاء عن ابن عمرو عن رجل عن يعلى نحوه خالفه سفيان رواه عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى. أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي ردع من خلوق قال يا يعلى لك امرأة؟ قلت لا. قال اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد. قال فغسلته ثم لم أعد ثم غسلته ثم لم أعد ثم غسلته ثم لم أعد. أخبرني إسماعيل بن يعقوب الصبحي قال حدثنا ابن موسى يعني محمد قال أخبرني أبي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق فقال أي يعلى هل لك امرأة؟ قلت لا. قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد. قال فذهبت فغسلته ثم غسلته ثم غسلته ثم لم أعد. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا ثابت وهو ابن عمارة عن غنيم بن قيس عن الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال سمعت صفوان بن سليم ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. مختصر. أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى البغدادي قال حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خطيفة عن بسر بن سعيد على قوله عن أبي هريرة، وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج رواه عن زينب الثقفي. أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كن صلاة العشاء فلا تمس طيبا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى وجرير أولى بالصواب من حديث وهيب بن خالد والله تعالى أعلم. أخبرني أحمد بن سعيد بن يعقوب الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله القرشي عن بكير بن الأشج عن زينب الثقفية امرأة عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن لا تمس الطيب إذا خرجت إلى العشاء الآخرة. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة إلى العشاء الآخرة فلا تمس طيبا. أخبرني يوسف بن سعيد قال بلغني عن حجاج عن ابن جريج أخبرني زياد بن سعد عن ابن شهاب عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن الصلاة فلا تمس طيبا. قال أبو عبد الرحمن وهذا غير محفوظ من حديث الزهري. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو طاهر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع قال كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرا وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافري حدث أنه سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس من امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمود بن عمرو أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله عز وجل في أذنها مثله خرصا من النار يوم القيامة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال
حدثني زيد عن أبي سلام عن أبي أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتح فقال كذا في كتاب أبي أي خواتيم ضخام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب وقالت هذه أهداها إلي أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها فقال يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما وقال مرة عبدا وذكر كلمة معناها فأعتقته فحدث بذلك فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلام عن أبي أسماء عن ثوبان قال جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتق من ذهب أي خواتيم ضخام نحوه. أخبرنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال أنبأنا خالد عن مطرف وأنبأنا أحمد بن حرب قال حدثنا أصباط عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي زيد عن أبي هريرة قال كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله سوارين من ذهب قال سواران من نار قالت يا رسول الله طوق من ذهب قال طوق من نار قالت قرطين من ذهب قال قرطين من نار قال وكان عليهما سواران من ذهب فرمت بهما قالت يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده قال ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير اللفظ لابن حرب. أخبرني الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين قال أبو عبد الرحمن هذا غير محفوظ والله أعلم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أبو صالح عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن ابن زرير أنه سمع عليا يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. قال أبو عبد الرحمن وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح
فإن أبا أفلح أشبه والله تعالى أعلم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي قال سمعت عليا يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه وحريرا بشماله فقال هذا حرام على ذكور أمتي. أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أخبرنا الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب عن خالد عن أبي قلابة عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعا. خالفه عبد الوهاب رواه عن خالد عن ميمون عن أبي قلابة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن ميمون عن أبي قلابة عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا وعن ركوب المياثر. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية وعنده جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. أخبرنا أحمد بن حرب قال أنبأنا أصباط عن مغيرة عن مطر عن أبي شيخ قال بينما نحن مع معاوية في بعض حجاته إذ جمع رهطا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. خالفه يحيى بن أبي كثير على اختلاف بين أصحابه عليه. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى حدثني أبو شيخ الهنائي عن أبي حمان أن معاوية عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقال لهم أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. خالفه حرب بن شداد رواه عن يحيى عن أبي شيخ عن أخيه حمان. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان أن معاوية عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم بالله هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. خالفه الأوزاعي على اختلاف أصحابه عليه فيه. أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب عن الأوزاعي عن حديث يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو شيخ قال حدثني حمان قال حج معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. أخبرنا نصير بن الفرح قال حدثنا عمارة بن بشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني حمان قال حج معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب؟ قالوا اللهم نعم.
قال وأنا أشهد. وأخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد عن عقبة عن الأوزاعي حدثني يحيى قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني ابن حمان قال حج معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني حمان قال حج معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة وقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب؟ قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال أبو عبد الرحمن عمارة أحفظ من يحيى وحديثه أولى بالصواب. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا بيهس بن فهدان قال حدثنا أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار فقال لهم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ فقالوا اللهم نعم. قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا نعم. خالفه علي بن غراب رواه عن بيهس عن أبي شيخ عن ابن عمر. أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا بيهس بن فهدان قال أنبأنا أبو شيخ قال سمعت ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. قال أبو عبد الرحمن حديث النضر أشبه بالصواب والله تعالى أعلم. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن أبي الأشهب قال حدثني عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد بن كريب قال وكان جده قال حدثني أنه رأى جده قال أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية قال فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا موسى بن أعين عن عيسى بن يونس عن الضحاك بن عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ قال قد رآه من هو خير منك فلم يعب. قال من هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال قال علي نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر وعن الجع. أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن هبيرة سمعه من علي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب وعن الميثرة الحمراء وعن الثياب القسية وعن الجعة
شراب يصنع من الشعير والحنطة، وذكر من شدته. خالفه عمار بن رزيق، رواه عن أبي إسحاق عن صعصعة عن علي. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن صعصعة بن صوحان عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة. قال أبو عبد الرحمن الذي قبله أشبه بالصواب. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن صعصعة بن صوحان قال قلت لعلي انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهاني عن الدباء والحنتم وحلقة الذهب ولبس الحرير والقسي والميثرة الحمراء. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان هو ابن معاوية قال حدثنا إسماعيل هو ابن سميع الحنفي عن مالك بن عمير قال جاء صعصعة بن صوحان إلى علي وقال انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة، ونهانا عن حلقة الذهب ولبس الحرير ولبس القسي والميثرة الحمراء. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال قال صعصعة بن صوحان لعلي يا أمير المؤمنين انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والجعة وعن حلق الذهب ولبس الحرير وعن الميثرة الحمراء. قال أبو عبد الرحمن حديث مروان وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أنبأنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس، نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا. تابعه الضحاك بن عثمان. أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة راكعة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس عن ابن شهاب عن إبراهيم أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر. أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عمر وعن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن خاتم الذهب وعن القسي والمعصفر وأن لا أقرأ وأنا راكع. أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد بن عيسى وهو ابن القاسم بن سميع قال حدثنا زيد بن واقد عن نافع عن إبراهيم مولى علي عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب وعن المعصفر وعن لبس القسي وعن القراءة في الركوع. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن حنين مولى بن عباس أن عليا قال
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن التختم بالذهب. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع: عن التختم بالذهب، وعن لبس القسي، وعن قراءة القرآن وأنا راكع، وعن لبس المعصفر. ووافقه أيوب إلا أنه لم يسمي المولى. أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن البلخي قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن مولى للعباس أن عليا قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر وعن القسي وعن التختم بالذهب وأن أقرأ وأنا راكع. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد عن يحيى قال حدثني عمرو بن سعيد الفدكي أن نافعا أخبره قال حدثني ابن حنين أن عليا حدثه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر وعن خاتم الذهب وعن لبس القسي وأن أقرأ وأنا راكع. خالفه الليث بن سعد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن بعض موالي العباس عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر والثياب القسية وعن أن يقرأ وهو راكع. أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن يحيى عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ راكعا. خالفه هشام ولم يرفع. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال نهى عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب. أخبرنا قتيبة قال أخبرنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال نهى عن مياثر الأرجوان وخواتيم الذهب. أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج هو ابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهيه عن أبي هريرة قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب. أخبرنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران أنه حدثنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وعن التختم بالذهب وعن الشرب في الحناتم. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا البختري حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سالم عن رجل حدثه عن البراء بن عازب أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة أو جريدة فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرجل ما لي يا رسول الله؟ قال ألا تطرح هذا الذي في إصبعك؟ فأخذه الرجل فرمى به فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال ما فعل الخاتم؟
قال رميت به. قال ما بهذا أمرتك؟ إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه. وهذا حديث منكر. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه، قال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. خالفه يونس، رواه عن الزهري عن أبي إدريس مرسلا. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أن رجلا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب نحوه. قال أبو عبد الرحمن وحديث يونس أولى بالصواب من حديث النعمان. أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي الدمشقي أبو عبد الملك قراءة قال حدثنا ابن عائذ قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من ذهب نحوه. أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا عبد العزيز العمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي إدريس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم ذهب فضرب إصبعه بقضيب كان معه حتى رمى به. أخبرني أبو بكر أحمد بن علي المروزي قال حدثنا الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أبو عبد الرحمن والمراسيل أشبه بالصواب، والله سبحانه وتعالى أعلم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الله بن مسلم من أهل مروى أبو طيبة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه ثم جاءه وعليه خاتم من شبه فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه قال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال من ورق ولا تتمه مثقالا. أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فصه حبشي ونفش فيه محمد رسول الله. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة يتختم به في يمينه فصه حبشي يجعل فصه مما يلي كفه. أخبرنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي وكان أبوه خالد على قضاء حمص قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة وهو ابن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح بن حي عن عاصم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وكان فصه منه. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا معتمر قال سمعت حميدا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من ورق فصه منه. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقالوا
إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسول الله. أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة حتى مضى شطر الليل، ثم خرج فصلى بنا كأني أنظر إلى بياض خاتمه في يده من فضة. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا وهب عن سليمان هو ابن بلال عن شريك هو ابن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي قال شريك وأخبرني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه. أخبرنا عمرو بن علي عن أبي عتاب سهل بن حماد وأنبأنا أبو داود قال حدثنا أبو مكين قال حدثنا إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده معيقيب أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فضة، قال وربما كان في يدي، فكان معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني علي بن محمد بن علي المصيصي قال حدثنا داود بن منصور من أهل ثغر ثقة قال حدثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه، وكان في يده خاتم من ذهب وجبة حرير، فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام، ثم قال يا رسول الله أتيتك آنفا فأعرضت عني، فقال إنه كان في يدك جمرة من نار، قال لقد جئت إذن بجمر كثير، قال إنما جئت به ليس بأجزأ عنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا، قال فماذا أتختم؟ قال حلقة من حديد أو ورق أو صفر. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ حلقة من فضة، فقال من أراد أن يصوغ عليه فليفعل ولا تنقشوا على نقشه. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ونقش عليه نقشا، قال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش أحد على نقشه، ثم قال أنس فكأني أنظر إلى وبيصه في يده. أخبرنا مجاهد بن موسى الخوارزمي ببغداد قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام بن حوشب عن أزهر بن راشد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربية. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي سل الله الهدى والسداد، ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه، وأشار يعني بالسبابة والوسطى. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار
قالا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في هذه وهذه، يعني السبابة والوسطى والنخل لابن المثنى. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني، ونهاني أن أضع الخاتم في هذه وهذه، وأشار بشر بالسبابة والوسطى. قال وقال عاصم أحدهما. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن عامر عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه من قبل كفه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه وقال لا ألبسه أبدا، وألقى الناس خواتيمهم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس خواتيم فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تختم خاتما من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، وقال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتم هذا، ثم جعل فصه في بطن كفه. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن المعمر بن زياد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب ثلاثة أيام، فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فلا ندري ما فعل، ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله، وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان 6 سنين من عمله. فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد، فأمر بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان فصه في باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركب لأم البنين معهم أجراس، فحدث نافعا سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل كما ترى مع هؤلاء من الجلجل. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن موسى قال كنت مع سالم بن عبد الله
فحدث سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن أبيه رفعه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل. أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن بابيه مولى آل نوفل أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب فقال ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ قال نعم من كل المال. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. أخبرنا ابن السني قراءة قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب لفظا قال أنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن عبد الله بن جعفر قال أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال أدعو إلى بني أخي فجيء بنا كأن أفرخ فقال أدعو إلى الحلاق فأمر بحلق رؤوسنا. مختصر. أخبرنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عبيد الله عن نافع أنه أخبره أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. أخبرنا علي بن الحسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق
عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين جسد اللحية تعلوه حمرة يمته إلى شحمتي أذنيه لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه. أخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شعر يضرب منكبيه. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى منكبيه. أخبرنا علي بن خشرم قال أنبأنا عيسى عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة قال كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون شعورهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه. سئل ابن بريدة عن الإرفاه قال منه الترجل. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أنهما سمعا أبا هريرة يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا عزرة وهو ابن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة ورأسه ولحيته كأنه ثغامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا أو اخضبوا. أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبيد قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا عمرو بن محمد قال أنبأنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن
قال سمعت معاوية وهو على المنبر بالمدينة وأخرج من كمه قصة من شعر فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا وقال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم مثل هذا. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخذ كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهود، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال أنبأنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن قتادة عن ابن المسيب عن معاوية أنه قال يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور، قال وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم فقال هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور والزور المرأة تلف على رأسها. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا علي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتا لي عروس وإنها اشتكت فتمزق شعرها فهل علي جناح إن وصلت لها فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموتصلة والواشمة والموتشمة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله المتنمصات والمتثلجات، ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتفلجات والمتنمصات المغيرات خلق الله عز وجل. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لعن الله المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات المغيرات خلق الله، فأتته امرأة فقالت أنت الذي تقول كذا وكذا، قال وما لي لا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يقول لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات، ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جلده. أخبرنا إسحاق قال أنبأنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطيب لم يرده. أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن عجلان عن بكير وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طيبا. وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا. أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى قال حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال أنبأنا شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حشت خاتمها بالمسك فقال وهو أطيب الطيب. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ويزيد ومعتمر وبشر بن المفضل قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أحل لإناث أمة الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس قال نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن أقرأ القرآن وأنا راكع وعن القسي وعن المعصفر. أخبرنا عيسى بن حماد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمرو بن سعد الفدكي أن نافعا أخبره حدثني ابن حنين أن عليا حدثه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر وعن خاتم الذهب ولبس القسي وأن أقرأ وأنا راكع.
أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن إبراهيم حدثه عن ابن حنين عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع: عن لبس ثوب معصفر، وعن التختم بخاتم الذهب، وعن لبس القسية، وأن أقرأ القرآن وأنا راكع. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى أخبرني خالد بن معدان أن ابن حنين حدث أن عليا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب المعصفر وعن الحرير وأن يقرأ وهو راكع وعن خاتم الذهب. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج وهو ابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي ونقشه محمد رسول الله. أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي. أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن الحسن وهو ابن صالح عن عاصم عن حميد عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وفصه منه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قالا حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطنعنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فقال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد وإني لأرى بريقه في خنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يتختم في يمينه. أخبرنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى. أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى الخنصر. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال سمعت عليا يقول نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس في إصبعي هذه وفي الوسطى والتي تليها. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش عليه محمد رسول الله ثم قال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتم هذا وجعل فصه في بطن كفه. أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقاه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. أخبرنا محمد بن سليمان قراءة عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان جعل فصه في باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبثه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه فاتخذ الناس الخواتيم فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فأدخله في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى هلك في بئر أريس. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني سيئ الهيئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء؟ قال نعم من كل المال قد آتاني الله فقال إذا كان لك مال فليرى عليك. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب
أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقلت يا رسول الله لو اشتريت هذا ليوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منها بحلل فكساني منها حلة، فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتكسوها أو لتبيعها. فكساها عمر أخا له من أمه مشركا. أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أنس قال رأيت على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء. أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية حدثني الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أنه حدثني أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد سيراء، والسيراء المضلع بالقز. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر وأبو عامر قالا حدثنا شعبة عن أبي عون الثقفي قال سمعت أبا صالح الخيفي يقول سمعت عليا يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه، فقال أما إني لم أعطكها لتلبسها، فأمرني فأطرتها بين نسائي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر يحدث أن عمر خرج فرأى حلة استبرق تباع في السوق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتريها فالبسها يوم الجمعة وحين يقدم عليك الوفد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث حلل منها، فكسى عمر حلة وكسى عليا حلة وكسى أسامة حلة، فأتاه فقال يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم بعثت إلي؟ فقال بعها واقض بها حاجتك أو شققها خمرا بين نسائك. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي إسحاق قال قال سالم ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر مع رجل حلة سندس فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذا، وساق الحديث. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى ويزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى وأبو فروة عن عبد الله بن عكيم قال استسقى حذيفة فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فحذفه ثم اعتذر إليهم مما صنع به وقال إني نهيته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أخبرنا الحسن بن قزعة عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال دخلت على أنس بن مالك حين قدم المدينة فسلمت عليه فقال ممن أنت؟ قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال إن سعدا كان أعظم الناس وأطوله، ثم بكى فأكثر البكاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أكيدر صاحب دومة بعثا فأرسل إليه بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام على المنبر
وقعد فلم يتكلم، ونزل فجعل الناس يلمسونها بأيديهم، فقال: أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون. حدثنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزع، فأرسل به إلى عمر، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله. قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاء عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتني؟ قال: إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه لتبيعه، فباعه عمر بألفي درهم. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن ثابت قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يخطب ويقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. أخبرنا محمود بن غيلان قال: أنبأنا النضر بن شميل قال: أنبأنا شعبة قال: حدثنا خليفة قال: سمعت عبد الله بن الزبير قال: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أنبأنا حرب عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عمران بن حطان أنه سأل عبد الله بن عباس عن لبس الحرير، فقال: سل عائشة. فسألت عائشة، قالت: سل عبد الله بن عمر. فسألت ابن عمر فقال: حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة. أخبرنا سليمان بن سلم قال: أنبأنا النضر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله وبشر بن المحتفز عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا أبو النعمان سنة 720 قال: حدثنا الصاعق بن حزن عن قتادة عن علي البارقي قال: أتتني امرأة تستفتيني، فقلت لها: هذا ابن عمر. فاتبعته تسأله، واتبعتها أسمع ما يقول. قالت: أفتني في الحرير. قال: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سليمان بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: نهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقسية، والاستبرق، والديباج، والحرير. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عيسى بن يونس قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص حرير من حكة كانت بهما. أخبرنا نصر بن علي قال: حدثنا خالد قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن والزبير في قمص حرير كانت بهما، يعني لحكة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: كنا مع عتبة بن فرقد فجاء كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بأصبعيه اللتين تليان الإبهام: فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة. أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا مسعر عن وبرة عن الشعبي عن سويد بن غفلة
وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن إبراهيم عن سويد بن غفلة عن عمر أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء مترجلة لم أر قبله ولا بعده أحدا هو أجمل منه. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن خالد بن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو أخبره أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. أخبرني حاجب بن سليمان عن ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فاطرحهما عنك. قال أين يا رسول الله؟ قال في النار. أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أخبره أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. أخبرنا العباس بن محمد قال أنبأنا أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ أخبرنا قتيبة قال أنبأنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة؟ قالوا نعم هذه الشملة منسوج في حاشيتها فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. قال يحيى لم أكتبه. قلت لما؟ قال استغنيت بحديث ميمون بن أبي شبيب عن سمرة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي. قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك فنظر إليه فلبسه مخرمة.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه أو قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من مخيله فإن الله عز وجل لم ينظر إليه يوم القيامة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة عن جرير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الإزار. واللفظ لمحمد. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم قال حدثني أبو يعقوب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد المقبري وقد كان يخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثني جدي قال حدثنا شعبة عن أشعث قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار. أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت سليمان بن مهران الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن علي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا. أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه. قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال ترخينه شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال
ترخينه ذراعا لا تزدن عليه. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذيول النساء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا. قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها، قال ترخي ذراعا لا تزيد عليه. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال حدثني أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر، قالت أم سلمة فكيف بالنساء؟ قال يرخين شبرا. قالت إذا تبدو أقدامهن. قال فذراعا لا يزدن عليه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا النضر قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قالت إذا ينكشف عنها؟ قال ذراع لا تزيد عليها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة حرقانية. أخبرنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمار قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال كأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أنبأنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. أخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزع؟ قال لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال ألم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. أخبرنا عيسى بن حماد قال
حدثنا الليث قال حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قلت لعبيد الله الخولاني ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟ قال قال عبيد الله ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب. حدثنا مسعود بن جويرية قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجة ثم دخل وقد علقت قراما فيه الخيل أولات الأجنحة. قال فلما رآه قال انزعيه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لنا ستر فيه تمثال طير مستقبل البيت إذا دخل الداخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حوليه فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت وكان لنا قطيفة لها علم فكنا نلبسها فلم نقطع. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم يحدث عن عائشة قالت كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سقوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخريه عني فنزعته فجعلته وساد. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو وقال حدثنا بكير قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه حدثه عن عائشة أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه فقطعته وسادتين. قال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء أنا سمعت أبا محمد يعني القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بخرام على سهوة لي فيها تصاوير فنزع وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت بقرام فيه تماثيل فلما رآه تلون وجهه ثم هتكه بيده وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس قال كنت جالسا عند ابن عباس أتاه رجل من أهل العراق فقال إني أصور هذه التصاوير فما تقول فيها؟ فقال ابنه سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن أكرمة عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور الذين يصنعونها يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن القاسم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون الله في خلقه. أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم وأنبأنا محمد بن يحيى بن محمد قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال أحمد: المصورين. أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال: استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادخل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ، فإن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. أخبرنا الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان عن أشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا. قال سفيان: ملاحفنا. أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس أن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا هشام عن محمد عن عمرو بن أوس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي رزين قال: رأيت أبا هريرة يضرب بيده على جبهته يقول: يا أهل العراق، تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف قال: حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على نطع فعرق، فقامت أم سليم إلى عرقه فنشفته فجعلته في قارورة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أجعل عرقك في طيبي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم رجل من قومه قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين، فأتاه معاوية يعوده فبكى أبو هاشم، فقال معاوية: ما يبكيك؟ أوجع يشئذك أم على الدنيا؟ فقد ذهب صفوها. قال:
كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وددت أني كنت تبعته. قال: إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله، فأدركت فجمعت. أخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. أخبرنا أبو داود قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام وجرير قالا: حدثنا قتادة عن أنس قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم سددني واهدني، ونهاني عن الجلوس على المياثر. والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتمها. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو في قبة حمراء، وعنده أناس يسير، فجاءه بلال فأذن فجعل يتبع فاه هاهنا وهاهنا. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو، وأنبأنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال محمد في حديثه: وكلتا يديه يمين. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل كان قلبه معلقا في المسجد، ورجلان تحابا في الله عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله عز وجل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا عمر بن علي عن أبي عميس عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى قال: أتاني ناس من الأشعريين فقالوا: اذهب معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لنا حاجة،
فذهبت معهم فقال يا رسول الله استعن بنا في عملك. قال أبو موسى فاعتذرت مما قالوا وأخبرت أني لا أدري ما حاجتهم فصدقني وعذرني فقال إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعميني كما استعملت فلانا؟ قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. حدثنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقرع بن حابس فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح عن شريح بن هانئ عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه وهم يكنون هانئا أبا الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال ما أحسن من هذا فما لك من الولد؟ قال لي شريح وعبد الله ومسلم. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح؟ فدعا له ولولده. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن عن أبي بكرة قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا؟ قالوا بنته. قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أخبرنا محمد بن هاشم عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر فأتته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب إلا معترضا أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه فإنه لو كان عليه دين قضيتيه. أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب وأخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي حدثني الزهري عن سليمان بن يسار أن ابن عباس أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يجزئ؟ قال محمود فهل يقضي أن أحج عنه؟ فقال لها نعم.
قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري، فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد بن مسلم. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن الخاسم: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبره أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأخذ الفضل يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت، أفأحج عنه؟ قال: أفرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا؟ قال: نعم. قال: فحج عن أبيك. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا هشام عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن العباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، إن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك. أخبرنا أبو داود قال: حدثنا الوليد بن نافع قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت سليمان بن يسار يحدثه عن الفضل بن العباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، وإن حملته لم يستمسك، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. قال أبو عبد الرحمن: سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس. أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ قال: نعم. أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزئ عنه؟ أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة هو ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم، فقال عبد الله: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث جيد جيد. أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال:
حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله بن مسعود قال أتى علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقول أحدكم إني أخاف وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام عليكم. أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة، قيل لملوكهم ما نجد شتما أشد من شتم يشتمون هؤلاء، إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء الآيات مع ما يعيبون به في أعمالنا في قراءتهم، فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا، فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها، فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا، فقالت طائفة منهم ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم اعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم، وقالت طائفة منهم دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا، وقالت طائفة منهم ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترف البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم، وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم. قال ففعلوا ذلك، فأنزل الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا به. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل، انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره، فآمنوا به وصدقوه، فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. أجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم، قال يجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئلا يعلم أهل الكتاب يتشبهون بكم أن لا يقدرون على شيء من فضل الله الآية.